فما تأجلش الأمن، أجل المباراة تأجيل أمني بحت بحت بدون أي، لأن مفيش حد بيتدخل خصوصا في هذه الأمور، خصوصا في هذه الأمور اللي الأمن شايفه في مصلحة البلد العليا، وبالتالي هو اللي بيتعمل بس. وعلى الجميع احترام قرارات الأمن، على الجميع احترام قرارات الأمن، ولكن من نظرة أخرى يا جماعة شوفوا مين اللي بيعمل الفتن دي وبيؤدي وبيوصلنا للفتن دي وبيوصل الجمهور النادي الأهلي ان هو يفكر ان هو كذا ولا كذا، ولا هو بيتدخل ولا هو كذا. ما فيش حد يا جماعة، والله ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل كده. الكلام ده كله زي ما قلت لكم، اركب الموجة، بطولة زائفة، شعر مستعار، الكلام ده كله كله كده اي كلام يعني. فمش عايز اي حد اهلاوي، كل الاهلاويه العاقلين قالوا لي اه الامن قال كده تمام، وبرضه الاهلاويه المتحمسين شويه هيفهموا، او هما دايما فاهمين ولكن هيفهموا اكتر خلال الفتره اللي جايه. فخلينا نعدي بقى الموضوع ده ونبتدي نتكلم في اللي جاي، نبتدي نتكلم في مباراه الجونه، نبتدي نتكلم في استعدادات الاهلي لمباراه الجونه. الماتش ده او تاجيل الماتش ده هيؤثر ولا مش هيؤثر؟ مش هيأثر بشكل كبير، لان خلاص اه المفروض تتلعب المباراه وتتلعب في ميعادها، ولكن قرار امني جه بتاجيل المباراه خلاص انتهت. خلينا نفكر في الجونه واللي هيحصل في الجونه وهنعمل ايه في الجونه. وبالمناسبه النهارده كان في حماس شديد جدا في ملعب التدريب النادي الاهلي، لانه وجود الكابتن خطيب مع الفريق والناس استعدت لغايه اخر وقت واخر لحظه، ما عندناش اي مشكله نلعب ما نلعبش ما بنخافش، احسبها زي ما تحسبها. اللي بيخاف يطلع بره، اللي بيخاف يطلع بره. دايما ما كنا دايما نقول الكلمه دي بينا وبين بعض كلاعبين زمان، يعني نقول ايه؟ مين اللي خايف النهارده؟ اللي بيخاف يطلع بره الاوضه، اللي بيخاف في اي ماتش يطلع بره الاوضه. ما كنا نقعد مع بعض كلاعبين، فاللي خايف عايز يعمل اي حاجه يعملها، اي حاجه يعملها. النادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وجهازه ولاعبيه كلهم ثقه في انفسهم، احنا في اي وقت في اي وقت لاعبتنا هتبذل اقصى مجهود عشان تكسب كل المباريات القادمه، مش مباراه بعينها، كل المباريات القادمه. وهو ده المهم، ان احنا ازاي ناخد بطولة الدوري، النتيجة في النهاية تبقى ايه؟ كيف ان احنا نعمل كل المجهود عشان ناخد بطولة الدوري، مش نعمل مجهود في النص او مجهود في الاول ومجهود في النص واجي في الاخر كده يعني. لا، نادي الاهلي بيحاول دايما يعمل كل المجهود طول السنة بحيث ان انا اجي في النهاية اخد البطولة اللي انا عايزها. ده بالنسبة لبطولة الدوري، أعمل كل المجهود طوال السنين أو طول السنة عشان أخد بطولة أفريقيا، كل المجهود عشان أخد الكاس، وهكذا. هو ده النادي الأهلي، وهي دي الطريقة اللي دايما بيمشي بيها النادي الأهلي. بالمناسبة لفت نظري شيء جميل جدا.